رابع يوم يا جماعة نروح مكان من الأماكن الجميلة جدا في اسطنبول واللي مش سياح كتير يعرفوا عنه ومش ناس كتير بتروح له. هنقضي رابع يوم كله في منطقة بلاط. منطقة بلاط مشهورة بالشوارع القديمة والبيوت القديمة والملونة، وهناك كمان هتلاقوا أجمل تصميمات للكافيهات والمطاعم الموجودة في اسطنبول. هتلاقوا في الشوارع كده في صور متعلقة ورسومات مرسومة، وهتلاقوا ألوان كتيرة جدا. ده غير كمان إن هناك هتلاقوا الشوارع اللي موجود فيها المظلات الملونة واللي برضو مشهورة في الصور اللي بتشوفوها في اسطنبول. كمان لو بتحب المسلسلات التركي ومتابعين مسلسل زي مسلسل الحفرة مثلا اللي هو تشوكر، فأحب أقول لكم إن بلاط هي المنطقة اللي اتصور فيها مسلسل تشوكر، وهناك هتلاقوا كافيه إدريس ومحل الحلاقة بتاع محي الدين برضو اللي معروف في مسلسل الحفرة. كنت عملت فيديو قبل كده أنا وأصحابي زرنا برضو حي بلاط عشان نشوف أماكن تصوير مسلسل الحفرة، فاللي حابب يشوف الفيديو هيلاقي برضو الفيديو على القناة دي، ممكن تتفرجوا عليه بعد الفيديو ده. كمان في منطقة بلاط في كنيسة من أجمل الكنائس اللي شفتها هناك في تركيا، هي كنيسة بلغارية موجودة على البحر، شكل الكنيسة من بره معمول على شكل صليب، وكمان التصاميم جوه الكنيسة نفسها جميل جدا. ندخل على خامس يوم، وخامس يوم هتقضوه في مكان من أجمل الأماكن اللي أنا بحبها في اسطنبول وهي منطقة اسكودار. وحابب أكد على حاجة هنا وهي موضوع السفن، يا جماعة لازم تركبوا سفن لما تروحوا اسطنبول. في ناس بتسافر وبتفتكر إن السفن غالية او طبعا انك انت تحجز او حاجه، احب اقول لكم يا جماعه ان السفن في اسطنبول سعرها زي سعر اي مترو او اي باص او اي حاجه، المواصلات هناك مش غاليه. فانتوا لو مثلا ساكنين في المنطقه الاوروبيه وحابين تروحوا منطقه اسكودار اللي انا بقول لكم عليها هتروحوها في خمس يوم، فممكن تركبوا سفينه من المنطقه الاوروبيه وتروحوا بيها لحد اسكودار. الجوله بتاعت السفينه لوحدها فسحه جميله جدا ولازم تجربوها. جوه السفن بيبقى دايما في بوفيهات بيقدموا اكل وشرب، فتجربة جميلة جدا انك انت تشرب كوباية الشاي بتاعتك وطيور النورس حواليك وانت على السفينة، فنصيحة لازم تجربة السفينة. ركبنا السفينة خلصوا وصلنا لمنطقة اسكودار، نبدأ بأول مكان لينا وهو بتروحوا مشي من مكان ما تنزلوا من السفينة، هتمشوا حوالي 10 دقايق تقريبا عشان توصلوا لبرج الفتاة المشهور في اسطنبول. أنا عن نفسي بحب قعدة الساحل ويبقى برج الفتاة قدامي، ولكن في ناس تانية بتحب انها تركب برضه سفينة تانية وبياخدوا سفينة لحد البرج نفسه وبيوصلوا للبرج هناك، فدي حاجة ترجع لكم. وبعد كده هناخد باص ونطلع على أكبر مسجد موجود في تركيا اللي هو مسجد شاملجا. طبعا تصميم المسجد رائع، وكمان عشان المسجد على ارتفاع عالي فانت من ساحة المسجد تقدر تشوف منظر اسطنبول كلها من فوق. جربوا تروحوا المسجد وتصلوا هناك، وبعد ما تصلوا ممكن تاخدوا باص تاني وتطلعوا على المكان التالي وهو منتزه لاكاش تيبي. ده كده تاني منتزه هقول لكم عليه في الفيديو دوت، وزي ما قلت لكم انا مش هقول لكم على حاجة مكررة. المنظر في لاكاش تيبي مختلف عن المنتزه بتاع يلدز. منتزه لاكاش تيبي ممكن تجيبوا الاكل بتاعكم وتاكلوا هناك، وكمان هناك في بوفيه تقدروا تطلبوا منه حاجات سريعه. والمنظر من المنتزه انتوا شايفين البوسفور وجسر البوسفور، وده برضو من اكتر الاماكن الناس بتاخد منها صور في اسطنبول، فانا شايف ان المكان يستحق الزياره. لو لسه ما زهقتوش ندخل بقى على اليوم السادس. في اليوم السادس هتزوروا مكان من اجمل الاماكن برضو الموجوده في اسطنبول وهو جزيره الاميرات. جزيره الاميرات عشان تروحوها فبتركبوا لها مركب، رحله المركب من الاوروبي تقريبا حوالي ساعه ونص، وبرضو مش هتكون غاليه. حاولوا توصلوا هناك على حوالي الساعه واحدة او اتنين وتقضوا اليوم لحد الغروب هناك. المواصلات جوه جزيره الاميرات مواصلات كهربائيه عشان ما يبقاش في اي تلوث من الجزيره. الجزيره فيها شط ممكن تروحوا تسبحوا هناك، بس انا ما جربتش اسبح هناك قبل كده. ومن الحاجات برضو اللي ممكن تعملوها هناك انكم بتاجروا عجله لمده ساعتين 3 ساعات مثلا وتلفوا الجزيره كلها بالعجله. اكيد هيبقى في تعب وانت بتحاول تطلع القمه بالعجله، ولكن المنظر في الاخر يستحق التعب ده. كنت برضو نزلت فيديو كامل عن الجزيره، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو لو حابين تروحوا تتفرجوا على الجزيره عامله ازاي. وكده نكون خلصنا برنامج السبع ايام في اسطنبول، ودلوقتي زي ما قلت لكم في اول فيديو ان احنا نشوف مع بعض ازاي ممكن نعرف المواصلات اللي نركبها عشان نروح من مكان للتاني في تركيا. البرنامج يا جماعه اللي هتستخدموه ان شاء الله هو برنامج جوجل مابس. نشوف مثلا هروح من تقسيم، ونقول مثلا هنروح من تقسيم لمسجد السلطان احمد، ونكتب هنا السلطان احمد موسك، ونشوف تاني اختيار يا جماعه. اول اختيار لو هنروح بالعربيه، تاني اختيار لو هنستخدم المواصلات، وزي ما انتم شايفين هنا في كذا اختيار، وبيقول لكم التوقيت اللي هياخدوا كل اختيار منهم. مثلا لو اخترنا تاني اختيار تدخلوا هيقول لكم التفاصيل بالظبط، وكمان تقدروا تشوفوا على الخريطه. يعني انتوا هتبداوا من النقطه ديت، من تقسيم هتركبوا خط المترو M2 اللي هو متجه لمحطه تيني كابي زي ما هو مكتوب، وهتنزلوا في محطه اسمها فيزني جيلر، وبعدين هتمشوا لمده 3 دقائق وهتاخدوا خط الترام T1 من محطة لاليلي، وزي ما انتم شايفين مكتوب بعد 3 محطات هتوصلوا لمحطة السلطان احمد، وبعدين هتمشوا لمدة 2 دقيقة عشان توصلوا المسجد الازرق او اللي هو السلطان احمد. وتقدروا طبعا تشوفوا الكلام دوت على الخريطة زي ما انتم شايفين. هتبداوا من فوق عند تقسيم وهتوصلوا في الاخر للسلطان احمد تحت هنا.
الموضوع بسيط مش معقد، ولكن اللي حابب برضه لسه يسألني او يستفسر عن حاجة ممكن يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو. ودلوقتي نوصل للحاجة اللي انا وعدتكم بيها برضه في اول الفيديو، هو اجمل مكان انا شايفه في اسطنبول، واللي هو ناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة، لا اتراك ولا اجانب. والمنطقة دي اسمها منطقة شيلة. منطقة شيلة تعتبر برضه بعيدة شوية، ولكنها فعليا من اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفوها في اسطنبول. تقدروا تركبوا لها باصات من منطقة اسكودار في حوالي تقريبا ساعة ونص لساعتين. حاجة بس هتاخدوا بالكم منها، وهي انكم تعرفوا اخر باص بيتحرك من شيلة ويرجع تاني لسكودار بيكون امتى. شيلة هتلاقوا فيها جمال مش طبيعي من شواطئ وخضرة، وكمان ممكن تخيموا هناك. المنطقة هي على البحر الأسود، وبرضه كنت نزلت فيديو من هناك على القناة هنا، تقدروا تروحوا تتفرجوا عليها عشان تتأكدوا إن أنا مش ببالغ لما بقول لكم إنها فعلا جنة. هسيب لكم برضه رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو دوت، تقدروا تروحوا تتفرجوا عليه. كده يا جماعة نكون خلصنا فيديو النهاردة عن تنظيم برنامج لإسطنبول. يا رب الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو حابين تشوفوا الفيديوهات الجاية، واللي حابب يشوف الصور والفيديوهات اللي أنا بنزلها ممكن يتابعني على صفحتي على انستجرام على الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو، وعلى صفحتي على الانستا برضو تقدروا تشوفوا صور وفيديوهات انا نزلتها من تركيا كتير، وممكن لو عجبتكم صوره من الصور تسالوني هي كانت متصوره من فين، وهديكم اكيد تفاصيل اكتر. واللي عنده اي اسئله واستفسارات يقدر يسالني في الكومنتات تحت الفيديو، ونشوفكم يا جماعه في فيديو تاني.